أول صحن في تاريخ كرار وفي تاريخ مدينة وجدة وفي تاريخ هذا المهرجان الذي يستمر إن شاء الله لمدة سنوات. نستقبل تحت التصفيقات ديالكم الحارة ونطلب فوق كرار في الغيب. هكذا نستقبل كرار الصحن الأول من بيت غوكيا كرار الغيب. Ladies and gentlemen, here is this big karat in Wisda. هكذا وبهذا الإيقاع الجديد لتراثنا المغربي الأصيل، إيقاع الركادة، نستقبل أكبر صحن وأكبر كرات في العالم وأكبر وأول أكبر كرات في مدينة وجدة. مهرجان كرات في دورته الأولى يستقبل الصحن الأول والكبير في تاريخ مهرجان. إذن بيرفوني مرحبا، ويلكم كرات. يلا صبرتوا لنا على كرات واعطيونا واحد صلاه وسلام، صلاه وسلام، شكرا. يلا العيالات صلاه وسلام معايا، واحد جوج ثلاثة صلاه وسلام على رسول الله. إلى جا يا جا سيدنا الله معايا، الشيخ علي صغير 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 صغير. يلا صغيرتات نستقبل الصحن الأول، أكبر صحن في تاريخ كرات، أكبر صحن في مدينة وجدة، وهو من إطلاق جمعية المهنيين حب كرات مدينة وجدة وجمعية الطباخين الحاضرين معنا. إذن في هذا الإيقاع الجميل وبهذه النظرات وبهذا الاستقبال الشيق، نستقبل أكبر صحن كرات على تصفيقات الجمهور الحاضر معنا. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة مهرجان كرات في دورته الأولى، نشكر كل من شارك من بعيد أو من قريب لإنجاح هذه التظاهرة. إذن مناسبة استقبال الصحن الكبير في هذه المناسبة فهي في حد ذاتها عبارة عن اهتمام المهتمين والحرفيين في هذه المادة التشكيلات. على بركة الله نستقبل الجزء الثاني من صحون كرات الكبير. يلا التصفيقات حارة، نتمنى انك تذكرتوا لنا على الجزء الثاني من كرات. هكذا نستقبل الجزء الثاني، وهكذا مهرجان كرات الناجح 100% حاضر في أكبر كرات في العالم. إذا كنت وهو طول الصحن الكبير لكرات، 8 أمتار ديال كرات، وهي فرصة لإعطاء كرات أهمية كبرى وإعطاء هذا المولود وهذا سجل الأكلة الشعبية، أعطاها فرصة أخرى للاستمتاع بها في هذه المدينة الحبيبة، مدينة وجدة الحبيبة، تحتفل في الأكلة الشعبية المعروفة وطنيا ودوليا إن شاء الله. وكل الصحافة الحاضرة معنا والجمهور الكريم، إذا نرحب بأكبر صحن كرات
ونطيب لتوزيع كراس هذه هي صح كبيره غير شويه ان شاء الله سوف يوزع جميع الكراس وغتذوق ان شاء الله واكله شهيه سول بيتي امروز سول ارى لنا